العميد خالد المحجوب هنا في الاستوديو. سيادة العميد في البداية أهلا بك، ونستهل هذا الحديث بالحديث عن سلاح الجو والجماعات الإرهابية التي استهدفها في منطقة تراغن. في الحقيقة لابد أن نبدأ فعلا من الجنوب وما يحدث في الجنوب. والأمر الغريب جدا أن العصابات التشادية المرتزقة للمعارضة التشادية وعدد من الدواعش وشورى بنغازي وغيرهم تسميهم حكومة الوفاق بقوة حماية الجنوب. نعم. والكارثة الأكبر أنها تدعمهم لكي يقوموا بعمليات تهجير. نحن نسمع أن المعارضة في العادة عندما تكون هناك معارضة لدولة ما من الممكن أن تدعمها دولة أخرى لتحقيق أغراض لصالح الدولة التي تدعم هذه المعارضة، لكن أن تصل الخيانة ويصل بيع الوطن إلى مرحلة أنك أنت تدعم معارضة دولة أخرى مجاورة ليك لكي تقوم باحتلال أو تهجير مدن ومواطنين ليبيين وأهالي مناطق، فلا أعتقد أن هذه الجريمة ارتكبت في أي دولة في العالم. وهذا هي هذه الجريمة قامت بها الآن حكومة اللاوفاق. نعم. التي عملت على تشتيت الوطن من خلال تنفيذ أجندات الإخوان، التنظيم الإخوان الإرهابي. وهذه الحقيقة كارثة نسجلها ونضعها أمام كل الليبيين لكي يفتحوا عيونهم عن هذه الحكومة وتصرفاتها وهذا التنظيم الإرهابي الذي يبيع الوطن بثمن بخس كما يقولون من أجل بقائه. بالحديث عن انتصارات سلاح الجو وهذه العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة، حدثني عن آخر المستجدات العسكرية في المنطقة الغربية. طبعا سجلنا أمس واليوم تناغم بين أو تنظيم وتعاون بين القوات المسلحة فيما يخص السلاح الجوي، الضربات الجوية والتحركات الأرضية. الآن تتقدم قواتنا في بعض المناطق من خلال الدعم الناري المباشر لقواتنا الجوية. تم استهداف ميليشيات المرتزقة التشاديين الذين يجلبهم الميليشياوي جويلي في منطقة العزيزية ومنطقة الكسرات، وكانت هناك إصابات دقيقة في هذه التجمعات. أيضا تم استهداف عدة أماكن لبعض التمركزات التي يعني يتواجد فيها عدد من ما يعرف بمجموعات الزاوية اللي هي تتبع أبو عبيدة الزاوي وغيرها من العصابات. نعم. وتم طبعا أحداث إصابات كبيرة فيهم. أمس كان مستشفى غريان ومستشفى الزاوية، المستشفى الزاوية تحت الحراسة المشددة الآن بفعل عدد الجرحى والقتلى الذين تم استهدافهم في هذه التمركزات التي هي في محيط ما يعرف بمدينة غريان. نعم. أيضا على صعيد آخر تم استهداف في وادي ربيع وعنزارة عدد من التمركزات مما يعرف بالشوارع الخمس التي في عنزارة، تم استهداف عدد من الميليشيات المتواجدة هناك. تم أيضا اليوم صباحا يعني ضرب صاروخ تحذيري لعدد من الميليشيات المتواجدة في ما يعرف بمصحة الزهور في حي الزهور في أمام معسكر التكبالي في طرابلس، وذلك لأنها تنطلق منها بعض القذائف الهاوتزر وغيرها. أيضا صدر اليوم عن غرفة عمليات شباب العاصمة المؤيدين لثورة الكرامة والمؤيدين للجيش والمؤسسات الجيش، اليوم صدرت إنذار تم إصداره منذ قليل في عبر المركز الإعلامي بأنهم سيستهدفون البوابات الليلية للميليشيات داخل طرابلس. نعم. وهذا تحذير نهائي اعتبارا من يوم الغد سيبدأ استهداف هذه الميليشيات في التمركزات داخل طرابلس. أيضا قوات سلاح الجوي الآن تعمل بتناغم من خلال ما يعرف بالدعم الناري المباشر مع قواتنا، ونحذر الميليشيات في كل مرة، ونحذر الميليشيات طبعا بالبقاء في مواقعهم لأنهم سيكونوا مستهدفين من قبل الدعم الناري الجوي والأرضي أيضا، ونؤكد للمواطنين بالابتعاد عن تواجد الميليشيات. وسيطرت القوات الجوية طبعا على كامل السماء في ليبيا. الآن تحقق بنسبة نعم سيادة العميد، يعني هل لديكم
إحصائية بخسائر الميليشيات حول سواء كانت مادية أو حتى معنوية من خلال منذ انطلاق هذه العملية وعملية طوفان الكرمة في المنطقة الغربية؟ أكثر من 20 طائرة ما بين طائرات قاذفة مثل الـ F1 وطائرات الـ L39 والتي تم القضاء على كل ما تملك هذه الميليشيات من طائرات من هذا النوع، وأيضا الطائرات المسيرة التي ترمي الصواريخ أو القاذفة أو التي تستطيع أن تستهدف مواقع من خلال الذخائر، وأيضا طائرات التصوير التي طبعا تتناغم مع أو يعني تواكب عمل ما يعرف بالقذائف الهاون أو التي مبرمجة بالليزر لإصابة الأهداف. كل يعني أكثر من 20 طائرة، هذه تعني أنك قضيت على القوة الجوية رغم كل ما طبعا يتم جلبه. وحذرت القوات الجوية وغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة، حذرت كل المطارات وكل الأماكن التي تتواجد فيها الطائرات لأنها ستكون هدف مباشر لقواتنا الجوية، بحيث طبعا تستهدف أي غرف تحكم أو أي طائرات يتم يعني طبعا جلبها. لدينا معلومات عن مطار زوارة من أين جاءت الطائرات، وطبعا نتابع ونرقب بدقة، معلوماتنا الأرضية دقيقة ودائما تكون استهدافاتنا في محلها، وهذا بفضل طبعا الحرص الشديد والتقي بالتعليمات والقوانين واللوائح الدولية والمحلية في حقوق الإنسان والمدنيين وغيرها. نعم. من القوانين التي نتبعها في تدقيق المعلومات ودقة إصابة أهدافنا. وأعتقد ضربة زوارة كانت فيها نوع آخر من التطور. نعم. وهو أننا ضربناها في توقيت لا يوجد فيه مدنيين، وبالتالي لم تكن هناك أي إصابة. نعم. بعد هذه الخسائر المادية والمعنوية في قوات الحشد الميليشيات، يعني أوصف لي معنويات الجندي التابع للقوات المسلحة الموجود في محاور العاصمة طرابلس وفي المنطقة الغربية، وخصوصا مع عودة الملاحة الجوية لمطار سبها. مطار سبها يجسد النموذج الذي تقدم القوات المسلحة. قوات مسلحة تبني وتبعت على الاستقرار وتعمل على استقرار المناطق وخلق حياة مريحة وخلق تواصل اجتماعي وخلق تواصل عملي وعلمي واقتصادي بين المناطق. انت عارف ليبيا تعتبر بالمسافات قارة، وضرورة حركة الطيران مهمة جدا. ما نجد أن القوات المسلحة الآن تتيح المجال لمطار مثل سبها مهم جدا للجنوب في الحركة الجوية. في المقابل الميليشيات تعمل على منع استقرار مطار معتيقة ومنع استمرار الرحلات، وكم من مرضى يعانون وكم من حاجيات ومصالح لبعض الآخر الناس أو الليبيين قد عطلت، وكم من أطفال روعوا وشيوخ. نعم. من خلال ما تقوم به الميليشيات في مطار معتيقة. نعم. وهنا يكمن الفرق الواضح بين قواتنا المسلحة. نعم. والميليشيات. نعم. بإجازة سيادة العميد، ادعاءات فتحي باش أغا بالسيطرة على منظومة الجوازات في مطار بنينة، وخصوصا بالتزامن مع محاولة اغتياله يوم أمس في العاصمة ربما هو أثار رعشة الاغتيال أصبحت واضحة في سيد فتحي باش أغا الذي نعتبره أحد المجرمين الذين ارتكبوا عدد من المجازر على رأسها مجزرة غرغور. طبعا ادعاء أن سيطر على منظومة الجوازات، هي منظومة الجوازات أصلا الرئيسية في طرابلس ومعروف يعني متعامل بها، وهذه معلومة غير يعني غير مخفية. غير مخفية، وتم استمرار التعامل بها باعتبار أن كان هناك سعي في المدة الأولى إلى توحيد المؤسسات بعد ما قام به الإخوان من فرقة. نعم. وتشتيت، ولكن هذا لا يعني شيء، بالعكس هو يدل على عدم أو على غباء ما تم الحديث عنه، لأنه لا يوجد فيه أي شيء يستحق أنك أنت تتحدث عنه كنصر أو شيء من هذا القبيل. نعم. إذن شكرا جزيلا سيادة العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك.